النمرود بن كنعان كان ملك بابل، وقد استمر ملكه 400 سنة، يحكم الناس بالحديد والنار. وكان أحد 4 رجال ملكوا الدنيا بأسرها، 2 مؤمنان هما ذو القرنين وسيدنا سليمان عليه السلام، واثنان كافران هما بخت نصر وبطل قصتنا النمرود. ما هذه الأرض المقفرة؟ إنني لم أرها من قبل. إنها مقابر الفقراء يا مولاي. الفقراء يدفنون موتاهم في هذا السهل المنبسط الجميل بجوار النهر. أين المهندس كوشي؟ رهن إشارتك يا مولاي النمرود. أريد أن أهدم هذه المقابر وأبني بدلا منها حديقة لي. أمرك يا مولاي، ولكن ماذا نفعل برفات الموتى؟ ألقوا بها في أي مكان. آزر كبير الكهنة. أمرك يا مولاي. لقد زرت المعبد بالأمس ورأيت فيه أصناما كثيرة، كيف لا يكون بين الآلهة إله على هيئتي؟ أمرك يا مولاي، سيكون إله القوة والحكمة والعظمة والذكاء. أريد أن أراه في زيارتي القادمة. مولاي النمرود، بنورة تطلب الإذن بالدخول. نعم، أدخلها فورا. رأيت في نجوم الليل أمرا خطيرا لا يجوز أن يقال على الملأ. ماذا رأيت؟ سيولد في هذا العام طفل ذكر، وسيكون هلاكك وانقضاء ملكك على يديه. سيولد؟ معنى هذا أنه لم يولد بعد؟ نعم، إنه لا زال في بطن أمه. حسنا، الأمر لا زال في يدي. إلى أين يأخذوننا يا سمية؟ لا أدري يا زبيدة يا جارتي العزيزة. لا أريد صوتنا أيها النساء، تحركنا في صمت، هيا أسرعن. كيف نسرع ونحن حوامل يا سيدي الوزير؟ ربما يساعدكن الصوت على الإسراع، النمرود بنفسه ينتظر وصولكن. مولاي، هل تأكدتم أن هؤلاء كل النساء الحوامل؟ بكل تأكيد يا مولاي. عظيم، احتفظوا بهن في مكان أمين إلى أن يلدن أولادهن، ثم دعوهن في مخازن الغلال القديمة. وماذا نفعل بعد أن يلدن؟ التي تلد أنثى تأخذون الفتاة إلى جناح الجواري، والأطفال الذكور يقتلون جميعا في الحال. إلى أين تذهب يا آزر؟ اخفضي صوتك يا أختي، سأذهب إلى الجبال حيث تختبئ امرأتي. أخشى عليك يا آزر، إذا علم النمرود بأنك تخفي علي حمل زوجتك. أنا كبير كهنة المعبد، وقد أقمت له تمثالا وجعلته واحدا من الآلهة. ولكن النمرود لا يؤمن جانبه. معك حق، إنني لا أدري ماذا أفعل عندما يولد الطفل. ليبقى مع أمي في الكهف إلى أن يصير شابا يافعا. هيا اذهب إليها بالطعام، فهي في حاجة إلي. وولدت زوجة آزر مولودها الذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وظل أبو الأنبياء مختبئا في كهف بجبل خوفا عليه من بطش النمرود حتى صار شابا يافعا. يا أخي الحبيب، هل أنت ذاهب إلى قرة فؤادي إبراهيم؟ نعم، ذاهب إليه. وما لك تبدو حزينا؟ إنه لا يسمع كلامي أبدا، يعاندني في كل شيء، يرفض عبادة آلهتنا. ولكن لا تنكر عليه أدبه وحنانه وخلقه العظيم الذي لم أشهد مثله في حياتي. أنت تنحازين له لأنك عمته. لا يا آزر، كل من رأى إبراهيم يعرف قدره ويكبر شخصه. لو أنه يستجيب لي ويعبد ما نعبد من الآلهة، لكنه يؤثر الاختلاء وحيدا والنظر إلى القمر وإلى الشمس، وأنا لم أعد أفهمه بالمرة. هل أرسلت في طلبي يا مولاي؟
نعم يا بنورة، إنني مصاب بالأرق ولا أستطيع النوم. معذرة يا مولاي، لست طبيبة. أشعر بأن هناك خطرا ما يتهددني. لقد أخبرتك يا مولاي من قبل وحذرتك من المولود الذي سينهي حكمك. أي مولود؟ لقد قتلت كل المواليد الذين جاءوا إلى الدنيا في هذا العام. قتلت الجميع إلا عدوك. أنت محتالة، محتالة، كاذبة يا بنورة. شكرا لك يا مولاي، هل تأذن لي بالانصراف؟ بل انتظري، أخبريني عن عدوي هذا بالمزيد، أريد أن أعرفه وأستعد له. سيظهر لك في الوقت المعلوم. أريد كلاما محددا، متى وأين؟ العلم عند الآلهة. أنا الإله ولن يستطيع مخلوق أن يتحداني، هل تفهمين؟ وصل الجبروت بالنمرود أنه كان لا يطعم إلا من يسجد له، بينما وصل خليل الله إبراهيم إلى قمة العقل والحكمة، فأوحى الله إليه بالحق وأمره أن يدعو الناس إلى الدين الحنيف. أيها الناس، يا عبيد إحساني، قررت أن أرزقكم هذا الطعام فاشكروني واركعوا لي. لم يصلني شيء من الطعام يا مولاي. هذا لأنك لم تحسن الركوع وتستحق أن تموت من الجوع. أنت أيها الفتى، لماذا لا تركع؟ ألك إله غيري؟ قال له سيدنا إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أنا أيضا أستطيع أن أحيي وأميت، سأحيي هذا الرجل، امضي في سلام. المجد والعز لمولاي الملك. وسأقتل هذا الرجل. وما ذنبي أيها الظالم؟ اللهم انتقم منه شر انتقام. أرأيت؟ أصبحت أنا أيضا أحيي وأميت. قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. ماذا بك يا مولاي؟ لماذا توقف لسانك عن النطق؟ أين الأطباء؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا جرى له يا طبيب؟ لا أدري. كيف لا تدري؟ أليس هذا عملك؟ هناك علل يعجز العلم عن اكتشافها. أنت مهندس بارع، فهل تعرف كيف تقف السماء دون أعمدة؟ لا، هذا سر من أسرار الكون. وما أصاب الملك النمرود مرض لا نعرف أصله ولا أسبابه. إنني لا أفهم شيئا من حوار العلماء. أتصور أن النمرود سينهض من كبوته وسيعود أقوى من ذي قبل. حمدا للآلهة على شفاء مولاي. أية آلهة؟ أنا وحدي الذي منحت نفسي الشفاء. بورك لك في صحتك يا مولاي. بنورة، سأثبت لك من هو النمرود، لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته. من هو يا مولاي؟ إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال لي إن له إلها غيري. أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟ إنني أتعجب، كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافرا بآلهة أبيه؟ ابعثوا إلي بآزر في الحال. قل لي يا تارح، أليس اسمك الأصلي تارح قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان؟ بالضبط يا مولاي، اسمي تارح، وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود. متى يا تارح ولد ابنك إبراهيم؟ لا أدري على وجه الدقة يا مولاي،
لقد كبرت سني ولم أعد أتذكر. سأحاول تذكيرك. هل ولد في العام نفسه الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟ لا لا، بالتأكيد لا، وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي. أصدقك يا تارح، ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك. أمرك يا مولاي، أنا خادمك المطيع. هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟ لا يا مولاي، والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم وهو كبيرهم. حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا؟ نعم للأسف يا مولاي. يجب أن يعاقب، وسيكون عبرة لمن يعتبر. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هيا أسرعوا، من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم. أريد أن أعرف كيف نجا إبراهيم من النار، كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما؟ إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي. كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما؟ العلم يقف عاجزا عن تفسير ذلك. أغرب جميعا عن وجهي، ابقي أنت يا بنورة، فسري لي ما حدث. ليس لدي تفسير يا مولاي. ماذا؟ سأجزل لك العطاء، ولكن ساعديني الآن. ليس بإمكاني يا ملك البلاد. كيف أنجو من إبراهيم هذا؟ بل تنجو من رب إبراهيم أن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم. النبي الكريم؟ هل آمنت به؟ وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟ حتى أنت يا بنورة، الكل خائن، الكل خائن، سأنتقم منكم جميعا. تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا، ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة. لا يوجد من يستطيع عقابي، أتفهمين؟ أنا الملك الإله، وسأظل هكذا ما حييت. اسمع يا كوشي، أعرف مدى تعلقك بالمال. العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع. سأعطيك كل ما تطلب، بل ضعف ما تطلب. مرني يا مولاي، الملك الإله. أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء، المهم أن تبدأ فورا. أحسنت يا كوشي، إنني ألمس السحاب بيدي. هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح. في المرحلة الثانية سنرتفع فوق النجوم. الآن أستطيع أن أقولها بثقة، نجوت من إبراهيم وأتباعه، وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل، وأستطيع أن أسحقهم بقدمي. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه الزلزال، أو ربما بالغنا في الارتفاع. امنع سقوط البناء، افعل شيئا. افعل أنت إذا كنت إلها. كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟ سنموت أيها الأحمق، اصمت. الشيء العجيب أنني بخير، لم تتحطم ضلوعي. بالتأكيد هذا لأني ملك وإله. ما هذا؟ من أين أتت سحب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض.
إنني أعمل الآن، ليس هذا وقت التسول. ألا تعرفني؟ أنا الملك النمرود. لديك نفس الصوت، بل إنك تشبهه بالفعل. أنا هو أيها الأحمق. تأدب يا رجل، أتكون فعلا الملك النمرود؟ نعم نعم أيها الطبيب، صدقني. أعطني أمارة على كلامك. كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن فهم مثل هذا. أنت الملك إذن، ما الذي جرى لك؟ ألم تسمع بالكارثة؟ هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأتباعي، ودخلت بعوضة إلى رأسي تطن طوال اليوم، تطن. أسمع صوتها بالفعل، ولكنها غير ظاهرة. يبدو أنها دخلت من الأنف أو من الأذن واستقرت بالجمجمة. المهم أن تخرجها من رأسي. ستموت لو حاولنا إخراجها. وما العمل؟ لا تقل إن الطب يقف عاجزا. هناك حل وحيد، أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة في داخلك. قد عفونا عنك ولا نريد ضربك. ولكنني أتوسل إليكما، لا أستطيع النوم بطنين البعوضة في رأسي، إنها تطن. لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك، ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟ لا، تزيد من طنينها. أرجوكما أسرعا بضربي فوق رأسي. حسنا حسنا، لا تبكي كالنساء يا رجل، سنضربك على رأسك. إنني لا أجد مطرقة أضربك بها. الحذاء الخشبي سيدي يفيد الغرض. هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟ أرجوك يا سيدي، حقق لي هذه الأمنية الغالية. لا حول ولا قوة إلا بالله، النمرود أعتى حكام الدنيا، تقهره بعوضة وتذله إلى هذا الحد. ماذا تريد يا نمرود؟ الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني. هذا لأنه مات وودع الدنيا، تخلص من إزعاجك له. ولكن البعوضة تطن في رأسي، تطن. أريد أن يضربني أحد. لا تبكي، الرجال لا يبكون. لا، بل يبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن. اهدأ. أريد مطارق من حديد. حسنا، خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين. متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟ ومثلما ظل النمرود يسرف في الظلم 400 عام، ظل يعذب من أضعف حشرة 400 عام أخرى. كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة، عرف الحق في حواره مع النبي الكريم، لكنه عاد إلى المكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار، فازداد كبرا وعنادا. ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم، فأصر على الظلم والكفر، فاستحق ما ناله من عقاب.